أنا متعمد خسرتك وانطفت رغبتي بيك. شي طبيعي تروح مني لأن ما محافظ عليك. تلوم نفسك. حلو الكلام. منو سبب خسارة حبيب لكثير من سنين شهرة؟ الناس اللي تعبت لها وما تستاهل، الناس اللي وقفت عم على حيلهم وما يستاهل، الناس اللي ضحيت بأشياء كثيرة علشانهم طلعوا ما يستاهل، الناس اللي خذلوني بحياتي وصدموني بحياتي، هذا الناس اللي تعبت لها و... كثار هم؟ كثار؟ كثير كثير. يعني أنا أشوف أكو بيه موضوع يمكن الناس ما تعرفه. أنا كل سنة يطيحون من عيني ومن حياتي ناس جدد. أكو ناس تصفيات. أكو ناس يعني كل 4 سنين 5 سنين تهلك فد شخص. أنا كل سنة طايح من عندي مجموعة. ما راح يخلصون. هم ذولا يعني كانوا عايشين ياك الجزء يعني أو عايشينك يعني من أصدقاء ومن معارف. مقربين. ومن كثير ناس يعني. أكو مكانهم يدخلون؟ مكانهم يدخلون؟ صعب. لازم تعيش وياه فترة طويلة ولازم أنت مو رأساً تتقبل الشخص أقل شيء فد يعني فد سنتين ثلاثة يلا تعرف هذا الشخص شنو. يا من تعب ويا من شقى ويا من على الحاضر لقى. نفس الموضوع تقريباً. الناس تعبت لهم وناس ضحيت لهم وناس هواي يعني وقفت لهم ونكروا كل تعبي. يا من تعب يا من شقى ويا من على الحاضر لقى. قصتي أنا هم وظنى مع كل عاشق الله عاشقه. الله أعتبرها صفحة سودة من حياتك وانطوت. أسوأ صفحة في حياة حبيب. الكل شيء بالدنيا نهاية عادي عشرة وانتهت. صفحة سودة يعني إذا شخصياً بحياتي يعني أعتبر كل أي سنة يعني عدت علي بدون ما قدمت عمل أعتبر صفحة سوداء يعني بحياتي. لأن أنا جدا أحب الفن بس ولكن سبق وأن قلت لك إنه وفاة أمي خلاني بس لأن ظرف قوي فالحمد لله. متعلق سودة بيها هواية. هواية متعلق بأمي يعني. فصفحة سوداء من حياتي وانتهت وانطوت والحمد لله. قدرنا نعد المرحلة ولو يعني هي ما تعدت المرحلة لأن هي كل يوم وياي بصلاتي كل يوم بدعائي كل يوم وياي هي يعني تقريبا عايشة وياي يعني